لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه النهارده انا جايه حاميه معاكم على البوتاجاز على طول. النهارده هنعمل احلى طاجن عكاوي. حطيت معلقتين زيت، حطيت معاهم فص مستكه داب مع الزيت، نزلت معاهم بالعكاوي ودي الميه تغلي علشان ننزل بيها، هشوحها وهرجع لك. وبكده نكون شوحنا العكاوي ووصلت للون التحفه ده. هنروح نازلين عليها بالبوكي جرنيه بتاعنا اللي هو بصل وطماطم وجزر، ونسيبها دقيقتين ونرجع لها. وبكده نكون نزلنا بالجزر والبصل والبطاطس، وهننزل بباقي التوابل بتاعتنا اللي هي فلفل اسمر، نص معلقه سكر، حبه هان، كبابة صيني، ورقة لورو، وهنرشهم عليها وهنديها تقلبتين وارجع لكم. وبكده هنزل عليها بالمية السخنة. وبكده اكون نزلت عليها بالمية السخنة. يبقى شوحنا العكاوي مع فص مستكة ومعلقتين زيت لحد ما خدت اللون الحلو اللي انتوا شفتوه، ونزلنا عليها بالبوكي جرنيه بتاعنا طماطم وبصل وجزر. خد التشويحه لمده دقيقه او دقيقتين. نزلنا بالتوابل، ورق لورو، حبه هان، كباب الصيني، نص معلقه سكر، نص معلقه فلفل اسمر. اول ما شميت ريحه التوابل نزلت بالميه المغليه، هسيبها لحد ما تستوي خالص هرجع لك. وبكده تكون العكاوي بتاعتنا اتسلقت، هي ما فيهاش اي شوربه خالص. انا ما بخليش فيها شوربه لان حتى هي لو فيها شوربه انا برميها، مش بستخدم الشوربه بتاعتها. فانا بحط لها شوربتها تستوي فيها لحد ما تبقى مستويه خالص وشوربتها كلها تخلص كده. دلوقتي بقى هنعمل الخلطه بتاعتنا اللي هنحطها معاها في الطاجن وندخلها الفرن. ثواني وراجعه. وبكده يا دوبك هشوح البصله مع رشه فلفل اسمر ورشه ملح، وهرجع لك اقول لك بقيه الحاجه اللي هنحطها. وبكده اكون نزلت بالفلفل الالوان على البصله بعد ما اتشوحت ورشه الفلفل الاسمر، هكمل تشويحها وانزل عليها بمعلقتين صلصه ونص معلقه من هريسه الشطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في القناه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق وهرجع لكم. وبكده انا نزلت بالصلصه وهريسه الشطه يا دوبك هتتشوح، وهنزل عليها اكيد طبعا شفنا بعد ما اتسلقت العكاوي مطرح البوكي جرنيه الطماطم والجزر والبصل، وكان في شويه صوص تحت انا حطيت كل ده وصفيته في المصفى، ودي اللي هي البهاريز بتاعتها اللي نزلت منها، دي اللي هننزل بيها على الخلطه بتاعتنا كده. بسم الله اللهم بارك لنا في طعامنا وقنا عذاب النار. اوعي تنسي الدعاء ده، الدعاء ده من اجمل ما يكون. ربنا يبارك لنا في طعامنا يا رب. كده هنبتدي ننزل بالصوص ده، يا دوبك هتاخد غلوه وهنزل بيها على العكاوي في الطاجن وادخلها الفرن دقايق بالظبط ورجعيلك. وبكده نكون خلصنا الطاجن، هنغطيه بالفويل وندخله في الفرن وبألف هنا وشفا وارجع لكم وهو خارج متكتك من الفرن. ورجعت لكم تاني اول ما خرج من الفرن متكتك من نار الفرن، يا خراش على الريحه ولا على الشكل، ايه الجمال ده، يا حلاوه العكاوي جمالها، يا حلاوه الطاجن وجماله. طاجن سهل وسريع جدا، جربيه هيعجبك قوي. عملنا ايه؟ شوحنا العكاوي بتاعتنا مع فص المستكه ومعلقتين الزيت، نزلنا عليهم بالبوكي جرنيه جزر بصل طماطم، بعد شوحناهم نزلنا بالتوابل بتاعتنا ورق لورو، حبهان، كبابة صيني، فلفل اسمر، نص معلقه سكر، دوبنا كل ده مع بعضي، نزلنا بالميه المغليه سبناها لحد ما استوت وشربت الميه بتاعتها، فاض منها شويه صوص
صغيرين مش كتير، حوالي مقدار كوباية. بعد كده حطيناها في الطاجن. بعد كده جينا شوحنا بصلاية عليها شوية فلفل ألوان. بعد كده نزلنا بمعلقتين صلصة، حطينا نص معلقة من هريسة الشطة الهندية اللي عاملينها مع بعض في القناة بتاعتنا اللي هتكبر بيكو. بعد كده حطيناها الصوص بتاعنا على البصل والفلفل الألوان، حطينا رشة ملح، ما حطيتش أكتر من كده. نزلت بيها على العكاوي، نزلت ببشرة جوز الطيب، حطيت الفايل دخلتها في الفرن، وذ كده خلص الطاجن بتاعنا. ممكن تاكليه بالعيش مع البتنجان المخلل او مع المخلل البلدي، او ممكن تعملي جنبيه رز او مكرونة محمرة حسب رغبتك. النهاردة احنا هناكله بعيش ومخلل، وبألف هنا وشفا لينا وليكم. ويا رب اكون بفيدكم بمعلومات حلوة تفيدكم. اتمنى ان انتم ما تزهويش مني، ويتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة عشان عائلتنا تكبر بيكو، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللايك والشير ان عجبتكم فيديوهاتي. بحبكم في الله جدا، واعذروني ان صوتي تعبني شوية اليومين دول، تعبانة شوية. اتمنى منكم الدعوات بالخير. بحبكم في الله. السلام عليكم.